سهلا بكم في مطبخ خمولة للكيتو واللو كارب والأكل الصحي. يلا نشوفوا بسكت الزبدة الهش بالبذور المتنوعة. مقادير وطريقة تحضير بسكت الزبدة الرائع اللي يعطيني طعم جميل، كان عجينة البيف بيستري اللي بالزبدة. بنحضر معاكم الخلطة اللي بنعجن بها. عندي بيضة صغيرة الحجم، وعليها ملعقة شاهي زيت زيتون، وملعقة شاهي خل. طبعا بنحط الملح، نحط ملعقة ملح، هذه العجينة مالحة. وعندي ربع ملعقة صغيرة جدا ملعقة بيكنج باودر، انا بنعطيها تعطيني النفخة شوية، لأن هي مقرمشة ومنفوخة رائعة بصراحة وبطعم الزبدة. وعندي ملعقة مية باردة، ملعقة شاي ماء بارد. هذه هي الخلطة، جهزتها خلطها كويس ونخليها على جنب. نشوف العجينة، عندي كوب من دقيق اللوز، وعندي ربع كوب جلوتين، ربع كوب. عندي نص كوب من الياف القمح، انا نستخدم في النوعية هذه صالحة للكيتو. هذه المعلومات عليها: زيرو فات، زيرو كربوهيدرات، زيرو سكر، عالي بالالياف، فيها 94.9.0 في المية جرام، صالحة والملح 1.0، البروتين 0، فجميل جدا نعجن به. هذه ألياف القمح، ألياف نخلطها مع بعضها. خلطت ثلاث المكونات مع بعضهم. عندي 100 جرام زبدة، هذه 100 جرام زبدة طرية باش نقدر نقششها في الدقيق، ونقعد نخلط في الدقيق، نقعد زي فتفيت الخبزة. هي بصراحة عجينة حلوة، تعطيني زي البيستري حلوة، يعني عجينة جديدة، يعني قلت نجربها فنجحت معاي. نقعد ناجي نخلط فيها من الداخل، تداخل الزبدة في دقيق اللوز. لاحظ انها بدت تتفتفت، هذه تلتت، هذا باش يعطيني طعم الزبدة، وفي نفس الوقت يقعد بسكت مقرمش داخلك، يعني تمام. هذه هي العجينة اللي نبيها، تفتفتت كلها، خش الزبدة في دقيق اللوز. عندي الخلطة اللي بدري درتها معاكم، مش نصبها مع بعضها، نحط شوية ونوقف، والفترة هذه بنعجنها بيدي. خلطت بسرعة، تلمت بسرعة من غير ما أي مجهود، يعني تلمت، رغم ما خديتش المقدار كله، خديت نصه، ليش قلت خدوا شوية ونعجنوا، ما بيهاش تقعد سائلة. هذه العجينة اللي نستنى فيها، شو بنديرها، نحطها في ورق زبدة ونخليها 10 دقايق في المجمد الكهربائي. تمشي معي يعني، وما سكتش. هذه عجينة 100% ناجحة، فنحطوها في المجمد الكهربائي ونخلوها 10 دقايق ونشوف كيف نفردوها. معنا العجينة من الفريز، خليتها 10 دقايق. هذه هي العجينة، كيف ندير لها، عندي ورق الزبدة اللي بنحطها في الصاج، انا بنفرد عليها العجينة على طول. عندي بذور متنوعة، القرع وحبة البركة وسمسم وعباد الشمس ومن الأعشاب، حطيت أضفت ليها الزعتر
اوراق الزعتر. الخلطات اللي تحبوها والموجوده في البيت هي هذه بسكت بالبذور، هذه البذور اللي حضرتها، وعندي الخلطه اللي عجنت بيها فاضله منها، هذه اللي بنرشها في الوجه وبنحط عليها البذور ونشوفوها مع بعضنا. هذه العجينه اللي نبي نفردها، عجينه متماسكه، ونحط عليها الورده ليش تساعدني في الفرد ونفردها. بسم الله. غيرت النشابه هذه اسرع حتى نقدر نمسك ونفرد. هذه العجينه نسوي من جوانب اللي فيه متساويات، نسويهم ونفردهم ثاني، نخليهم مربع ومستطيل. شغلين مستويات، ونحط ورقة النايلون اللي تساعدني على الفرد، ونفردها تاني. هدية ندور ما شاء الله جميلة جدا هذه العجينة اللي فيها. وهذه صاج الفرن بنشتغل عليها في صاج الفرن، هذه لا لاصقة ولا حاجة. نجيب الخلطة اللي خليتها بدري ونمسح بها البسكت. صح البسكت جميل ناخذ فيه في الرحلات، أمتى نطلع للكافيه ولا للمطاعم خليه في شنطة ديما معاي، يعني نلقاه في اي وقت للشغل، يحتفظ بالقرمشه مده طويله ما تخشلهاش الرطوبه. هذه ميزات كويسه. هذه البذور اللي حضرناها بسم الله، ورش ما تغطناش البذور ما تحبولش، قصوها بالاشكال اللي تحبوها، اللي نديرهم نوع كبير شويه. شغلت الفرن على 180 درجة، بعدين يجيني سهل، هو ما قلت بيجي مقرمش فسهل اني نحولهم من بعض. هذا البسكت نخشوه الفرن وبعد 20 دقيقة تفوت ربع ساعة نشوفه كما القتاش تحمر، نخليه 20 دقيقة 5 دقائق. البسكت بعد 20 دقيقة طلعته من الفرن، ريحة الزبدة والزعتر صراحة فايحة في المطبخ. نخلوه على الأقل 5 دقائق بس يبرد، تنزل حرارته لأن نشوف فيه اوريدي ماسك، اوريدي فيه القرمشة من الجوانب. ونرجع نشوفه كيف شكله من جوا. ما برد رغم مازال دافي، لكن ما شاء الله كيف القرمشة الناعمة. وهنا حتى هو تحمر، نحطه في طبق التقديم. ونشوف البذور جاهز، خلينا نين برد. في معلومة لازم تعرفوها، أنا درتها بألياف القمح، أكيد حتى سألوني شنو هو البديل. بديل ألياف الشوفان، نقدر ندوره بألياف الشوفان ويطلع هش ولذيذ جدا بصراحة. عجينة كان عجينة البيف بيستري هشة ورائعة وطعم جميل، طعم جميل جدا بصراحة. وإن شاء الله صحة وهنا مع بسكيت البذور.